السلام عليكم أعزائي زبائن شركة المعرفة. إلى طلبتنا الأعزاء وإلى جميع دوائر الدولة، تم توفير حاسبة منضدية بمواصفات متوسطة، معالج كور تيديو، رام 2 جيجا، هارد 250 جيجا، رام هارد قابل للتطوير. طبعا هاي الحاسبة تجيك متكونة من كيس، طبعا الكيس يصير أفقي ويصير عمودي، شاشة حجم 17 جدا واضحة. تجيك وياها كيبورد وماوس هدية، يجيك وياها كيبلات التشغيل أيضا. كل هذا بسعر 100,000 دينار فقط. طبعا أكيد هاي الحاسبة تدعم جميع برامج التواصل الاجتماعي، تدعم برامج الطباعة، تدعم برامج الفوتوشوب. مثل ما قلت لكم المواصفات مالتها معالج كور تيديو، رام 2 جيجا، هارد 250 جيجا. الكيس يحتوي على DVD، يحتوي على منافذ USB، يحتوي على منفذ هيدفون، منفذ مايك أيضا. طبعا كل الكيس وكل منافذه تجيك شغالة، نسبة النظافة جدا عالية. هذا العرض حصري لدوائر الدولة وإلى طلبتنا الأعزاء، لأنه تقدر تشتغل بها طباعة، تقدر تشتغل بها برامج دراسة أيضا، برامج تواصل اجتماعي، تصفح.